37 دقيقة في ماكرة 9:30 مواصلين البوكس نيوز بصوت الشحرورة سندريلا. يلا صديقنا رياض جراد كان صرح تصريح مثير للجدل البارح في رونديفو 9، خلينا نسمعوا واش قال. شفنا قانون المالية تقريبا فيه عجز بقيمة 7000 مليار، دونك الدولة يلزمها قانون مالية تكميلي في سبتمبر ولا الله أعلم وقتاش. فما إجراءات سهلة وبسيطة وعملية، هاو نعطيك هنا 3 إجراءات. أي سيدي، ضريبة على البيسينات، وما نستناوش حتى قانون المالية التكميلي، تنجم السيد رئيس الجمهورية بما نصوم يقر ضريبة على البيسينات. نحكيو على تنابر نتاع الصفر، شنو هو المشكل وقت اللي التمري ولي ب 90 ولا 100 دينار؟ فما الضريبة على السيارات الفارغة. إي سامحني، تو اللي عنده بورش واللي عنده جاكوار واللي عنده كذا، هذه إجراءات عملية وبسيطة. ضريبة على المسابح، الناس اللي عندهم بيسين لازمهم يخافوا اليوم ولازمهم يخموا بالكشي يوليوا يخلصوا في ضريبة. تعليق يعني ثكب ليه قداش من تونسي عنده بيسين توا في داره، فما اللي قال علاش تزرعوا في الحقد الطبقي بين التوانسة، فما اللي قال والله العظيم ما نحس عندكم نقمة على الناس اللي لاباس عليهم وهما اللي قاعدين مخدمين الناس اللي ما عندهمش ومحالين مواطن الشغل، وفما اللي قال علاش ليه مقترح هايل من عند رياض الجراد ابن رئيس الجمهورية الروحي. أنا ابن الروحي لرئيس الجمهورية وهو صديقنا رياض جراد، نتفاعلوا كمام مع ما قال. ويا نقيب فيق لي شوية رأيك في هالاقتراح. أنا فايق على الأخر، فايق على الأخر. سي جراد والله العظيم شوف شو بقول لك، معناها فهمت توا قال لك البيسينات معناتها الناس كل تدفع وكل شيء، ظهر بعد البيسينات شنو؟ كل حاجة معناها عندها شوية فالور، درجة تشري كسوة أكثر من 100 دينار تدفع، فهمني؟ لين نوليو في الآخر بالملاحف وبالقباقة، عرفت كيفاش في الشارع؟ معناها شو معناها تدخل الحمام زادلة إذا كان مقصورة تدفع، تدفع معناها نوليو نغسلوا بالوسط برا في الشارع، معناها وين يحبوا يهزونا مانيش فاهم والله العظيم. حكاية البيسين راهو مش معناها رمز نتاع الثراء، راهو أنه عندك بيسين، راهو فما شكون حافظ متر على متر وعنده زوز صغار باش زعما الأولاد باش الأولاد نتاعو يلعبوا. وهلا التفكير هذا وقتاش باش يقف؟ اجبد للي عنده بيسين، اجبد للي عنده كهرباء، اللي باش يعمل فواياج قال لك ايه برا، معناها اللي الزواوله مش معنيين بالفواياجات، اي باهي الطبقه اللي فوق الزواوله لازم نذبحوهم ولا اللي لاباس عليهم لازم نكرهم في البلاد حتى يهجوا منها البلاد. مي سويون سيريو، معناها وقد باش يجيب هالاقتراح؟ والله انا قاعده نشوف الحقيقه قاعدين يزرعوا فينا كما قلت في الكومنتير النقمه والحسد الطبقي، راهو العباد اللي لاباس عليهم كي ضيقها عليهم راهو ينجم يسكر لك المعمل نتاعو ولا المصنع نتاعو، يهج البرة ويخرج البرة برا عاد لوج على مواطن شغل للناس اللي زواوله ولا الناس اللي تخدم. دونك يزينا من الحكايه هذوما على خاطر اليوم اذا تحب تقوم بالبلاد لازمك تخمم في استثمارات جديده، في افكار جديده. اللغه نتاع الضرائب هذيا راهو تنجم تهزنا كان للهاويه رفيق. وي كما قال ابن خلدون زيدون، اذا كثرت الجبايه اشرفت الدوله على النهايه. 10 مرات يعني أنا رفيق أنت نحسك خايف، معناتها بعثت لي تو صديقة لي قالت لي رفيق شبيه خايف، نحب نعلمكم يا مستمعين رفيق لا عنده بيسي لا شيء، عنده متجر صغير في السيف والكاوتش وكل وكا شبيه بيسين أولمبي عندي. ما نحبش نتكلم، أما وين حذر أسامة الملولي لجوز أولمبيك؟ وين حذر؟ وين حذر؟ في دارك الله صل على النبي محمود. أغزر 2017 يذوري ولا 2016 تقدم مقترح على لجنة المالية. أيوه تم اقتراحه. وتم إسقاطه. بعد صارت البوليميك به. رياض جراد يقولك باهي انا مش دافع راهو انا ضد مساله الجبايه ذي، ولكن يقولك حسب التقديرات عندنا 30000 مسبح. 30000 مسبح في تونس اذا تعمل ضريبه ب 3 ملايين في العام، هذوما عندك 100 مليار يجيو من المسابح. شنو معنى هنا في كل 10 سنين سامحني كل 10 سنين عاود نخلص حق البيسين نتاعي؟ تشهذول مو الجبروت هذا بيسين على بيسين راهي تتحفر ب 20 مليون 3 متر على زوج 7 ملايين. نحكي لك شنو كل عام نحط 3 ملايين يا اخي، شنو العجز في التفكير هذا؟ معناها عملوا لنا ضريبه على الاكسجين خويا، واللي يعيش في بقعه بولوي عملوا له ضريبه اقل، واللي في بقعه فيها هواء نقي يخلص ضريبه اكثر. وهذا اللي باش نوصل له رفيق، انه الدوله ولات كل حاجة تعملها ماذا بيا تدخل يدها في مكتوبك وتجبد لك الفلوس. شو آخر ضريبة الحب؟ أنت ماكش مطلق أنت وسحبتك سفر عايش سعيد في البلاد
ادفع ضريبة ساعات. علاه يا اخي ما جابوناش افكار رفيقته؟ جابوا لي فكره واحد من الناس. انا باش نتكلم زياده ما بعد برا ونحكيو باش نعمل استثمار في البسينات البلاستيك هذوك. انفخ اذا كان جات المراقبه كذا فش مراقبه تدخل فش. هي مليئه رياض راهو يتبع بالجي بي اس من فوق يشوف كل شيء بالمار. ريت المشكل الكبير وقت اللي نبداو نبيعوا في الكلام كيما الشعبويه داخله الشعب داخله فيها الشعبويه. راهو اليوم وقت اليوم نبداو نحكيو على مواطنين يعملوا اللي عملوا بيسينات راهو يعلم بهم ربي قداش خدموا قداش اجتهدوا قداش حاولوا باش يجتهدوا. وفما ناس تقع عمره كامل هو يخدم باش يعمل لك الجابيه هذيك الجابيه سي رياض ما فيها حتى شيء ترومبا وطرف بيتون وانا فاو ديما يمشي. هو السلام عليكم اليوم ريت يودي فاوض نفركسوا حلول اخرى باش نطوروا البلاد. نمشي وديما نحط طبقيه واللي عنده كرهبه تولي كيما شفنا الكاميون اللي تفك فيه العباد نهار اخر اللي عنده بورش يجا اخويا انت عندك بورش ولا عندك كرهبه يجا نفك. اسمع انا مشكلتي اكثر مع الفكره انه هذم هما الحلول من بعد باش نلوجوا منطق اخر نسلوا نجبدوا به فلوس من عند العباد. معني حتى حد من فريق الرئيس وانسار الرئيس ما يقعد يقول يا ودي شوفوا حلول اقتصاديه شوفوا حلول باش تدور العجله باش زياد يمشي يلقى روحه موتيفي عنده 20,000 نوع نتاع تسهيلات يخليه الاوز يعمل مشروع باش مشاريع تحرك عجله البلاد. لا اليوم وقفنا يشوف اللي عنده بيسير غدوه اللي عنده لونات مضخمه غدوه اللي عنده رولكس في يده غدوه اللي عنده واحنا ماشيين استنبالي معناها اما يمشي ولي. الخطاب هذا يا رفيق راهو الرئيس الذكي يحكي ديما هو ينجم يمشي ينجم يمشي ما هذا هذا المقلق يقولوا اللي يسافر ما يقلقوش ودرا شنو الذكاء الذكاء لازم يتوظف بصعب باش يخرجنا من الهذيه مش مجعول للكوميونيكاسيون. وانا اتساءل معناها اذا رياض جراد معناها يرقى في حلول ما بديش بروحه هو زعما هو دافع الضرائب نتاعو اجور علاش العبد الكل الحلول الكل طيشها في التيران تاع الاخر. انت ما عندكش ضرائب خذ من عند الغنيه خذيت من عند الغنيه ما عندكش ناحي دعم شكون اللي تضر الدعم تضر ولا زويولة. معناها الدوله هذه حاليا اللي دافع عليها سي رياض جرار كان بالاولى هو يكلم وزيره الماليه يقول لا يا مدام راك مسيت القدره الشرائيه ليه والمنطق. والله جاني مساج نسلم عليه من غير نذكر الاسماء. لا قول يا رفيق نحبوا نعرفوا مصادر الشفافيه. مساج كلموني لا في حريه الصحافه لازم تدافع على المصدر ما تسمحهمش هذو مش قارين صحافه هذوما كل مرتاد خير كلهم انت سبع عشوائي. السيد اللي عمل بي سي فرض ان هو يسيدي ارشي ملياردير ما باش خلات تعمل بي سي ما خلص لي زامبو نتاعو خلص الدوله في لي زامبو نتاعو الكل. ومن بعد ظهر له بفليسيت والنات اللي بقاولوا بعد لا قسمت له الدوله ظهروا في 40 ولا 50% امبو تاكسوات وكذا يمشي يعمل بهم بي سي الدوله تعاود تجي تعاقبه خاطر تفرهد بفلوسه. سي با نورمال بالحق راهو هذا المنطق. معناها انا خلصت لي زامبو خلصت كل شيء فضل لي النات نتاعي اللي هو حلالي محلل نتاعي بالاكتيفيتي اللي خدمت فيها نمشي نعمل بي سي. الدوله ليه كيف تشيخ بفلوسك يزيد خلص شامبو حب ما تخلص شامبو عيش في غمة وقعد بلاش بيسير راوسي انسونسيف. اخويا نطور نطور رفيق سمحني رفيق انا اليوم توا صباح قاعد نطور بعد البيسينات البلاستيك ديار سيدة بلاستيك خلينا نمشيو في النفخان الدنيا كل انا نفخان وفش لا والله رفيق صاحبي توا اكرم تحيلي قال ما فماش خبر به حتى قولونا بقرة ولدت والله تحيلي اكرم خلي واحد فش الخدمة متشرج لغز البرتي نكح البرتي حد نابط للشارع عن سيع والله يشوفونا خبر به فما بقرة ولدت يظولي بقرة ولدت في ارينا بربي الرياض جرادرة ولا واحد فينا عنده بيسين في داره معناها كان دافع على الحكايه راه ما عنديش عندنا اصحابنا عندهم بيسينات. قوه رفيق القوه وابداع الدوله في سلبك اعز ما تملك. يا ودي مش الدوله رياض جراد عمل ديكلاراسيون خي الدوله عمل ديكلاراسيون تفكير هو تفكير دوله اي لا لا هو التفكير لانه نفس التمشي مانيش قادرين انه نخلقوا ثروه وفرص عمل واستثمارات نولي نمشي اسهل حاجه اني نسلبك انت في اكثر حاجه تنجم تفرهدك. انا علاش نتفاعل مع الاخبار بالطريقه هذه لانه رياض جراد قريب معناها من الرئاسه نعرفوه هذا ما ينكروش هو معناها وعادي لو كان نخاف لا يكون هذاك البالون ديسي معناها كي اللي سي معلومه ساعه في بلاتو نجسوا النبذ نتاع ردود الفعل وبعد نمر للتفعيل. يعني زقفونا لا لا شو بعيد على التوصيفات هذه هو قريب زقفونا ماهوش توصيف مانيش نقل من احترامي زقفونا موجوده
معناها زقفونا تمرر الفكره كما 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 ترويده كما حصان ترويده. بربي يا رفيق زاد برشا عباد بعثوا لي عتوا على على زامبو على عندك ملكه فوق 3 مليار دولار. فما عباد مطلع بالحق تو واحد جاني عنده بلاص بالكريديات وكذا قال لك انا باش وين نخلص الدوله ونخلص القباضه والله ونخلص اللي حكيناه الكل. الحل اللي قالوا مقداد بلاصات يتنفخوا مع يخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه للبلاتو رف ماك 9:30.